اولا عشنا واحد المباراه اكثر من رائعه. هاد لبؤات الاطلس اليوم سمعوا الزائر ديالهم الافريقيه بكاملها والعالم. فرحنا المره الاولى فاش تاهلوا لكاس العالم، واليوم الفرحه بطبيعه الحال في عشرات المرات اكثر باش شفناهم تاهلوا للفينال، وماشي غير تاهلوا للنهائي بل تاهلوا وهما رابحين نيجيريا اللي هي حامله اللقب وبزاف المرات ورابحه تسعه ديال الدورات. دونك اليوم هاد البنات خلونا كاملين تشرفنا باننا انا كبنت يعني شخصيا سعيده جدا وفخوره جدا انني مغربيه وان هاد البنات كيمثلوني اليوم وكيمثلونا كاملين. انا فرحانه انني في الدوكيومونتير الوثائقي اللي درت معاهم في افريل الفايز، فرحانه بزاف لان سمح لي اولا نتعرف عليهم ونعرف كذلك الجمهور المغربي على القصص ديالهم. كنت فرحانه ديك الساعه وكان كيبقى فيا الحال في الاول، حيت كنت كنقول في هذيك الوقيته ما كانش الاهتمام الاعلامي كبير، وانا سعيده ان هذه القضيه تبدلات لان فعلا اليوم بهذا النجاح ديالهم غادي يبدلوا العقليات ديالنا كاملين كاعلاميين وكاشخاص وكعائلات وكاباء وكامهات، لان هاد البنات اليوم وراونا ان كره القدم كذلك يمكن ان تكتب بصيغه المؤنث، وهذا ما رايناه اليوم، ويعني يجعلنا بلد باكمله فخور لانه هو نفس العالم اللي كيتهز ونفس القميص اللي كيتلبس وهما فرحانين وفخورين به. شكون ما يبكيش؟ بكيت للتاهل لكاس العالم وبكيت اليوم. بطبيعه الحال لان هاد البنات مره اخرى انا تعرفت عليهم عن قرب وعشت معاهم لمده ايام فاش كنت كندير الوثائقي، بالتالي فخوره جدا وحسيت بحال خوتي رابحين اليوم في التيران، وانا سعيده جدا يمكن لهم يكونوا خوتي بناتي اللي كان، ولكن فرحانه بهم بزاف. شوف الجمهور كان رائع اليوم، الجمهور كان رائع كما كان حنا مولفين على الجمهور كويري الجمهور المغربي. كون كانت هذه الكره اللي كتلعب في الملعب ما مزياناش ما غاديش نسمعوا اللي سمعناه في التيران. التيران هز البنات حيت البنات قدات ولعبت مزيان. هاد البنات راه كما قالت الشباك تصدقوا راه كيخليونا كاملين كنحلموا لان مراه مغربيه قاده، واليوم راه ترجمنا هذا الشيء على الملعب. التوقعات ديال الفينال حنا شفناهم، ربحنا نيجيريا، علاش ما نربحوش لافريك دي سود؟ ربحنا نيجيريا اللي هي من احسن الفرق الافريقيه. اليوم شاهدنا ان الجمهور المغربي هو هذه اللاعبه رقم 12 اللي كنتسناوها كاملين اللي هز هذا الفريق، وهاد البنات بوست حتى هما بهذا الفوز ديالهم وبهذا التاهل ديالهم. دونك ان شاء الله الكاس غادي تبقى في المغرب. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.